ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم للبيت والحرم ألا ألا هيا هيا بنا هيا ألا ألا هيا هيا بنا هيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت 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 والحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها السادة والسيدات. هذه حلقة جديدة، هذه الحلقة الثامنة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن حقيقة الإسلام قبل قيام الفرق والمذاهب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حصار المسلمين في شعب بني هاشم وكيف تم إبطال هذا الحصار بعد 3 سنوات بمبادرة من 5 رجال كرام من أهل قريش، وقلنا إن بني هاشم جميعا وقفوا مساندين للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشذ منهم عن هذا السلوك النبيل غير شخص واحد من أعمامه وهو عبد العزة ابن عبد المطلب المشهور بلقب أبي لهب. كان عبد العزة أو أبو لهب يتبجح بمعاداته للرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتخر بأنه خرج من أو خرج عن معسكر أهله وأقاربه من بني هاشم انتصارا للات والعزة، أبرز صنمين عند قريش. كان أبو لهب يسخر مما جاء في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن البعث بعد الممات، عن الحياة الآخرة، ويطلب على ذلك دليلا حسيا يلمسه بيديه. وكانت زوجته على ذات النهج تنافسه في العداوة للإسلام، كانت تجمع الشوكة وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سقطت سياسة الحصار بعد 3 سنوات من إعلانها، وانتصرت دعوة الإسلام في نهاية المطاف، وبقي أبو لهب وامرأته رمزين مشهورين في التاريخ بعداوتهما للمؤمنين ولحرية الاعتقاد. انتهى الحصار واختلط المسلمون بقومهم من جديد في شعاب مكة، لكن الحرب الإعلامية والسياسية والأمنية ضدهم لم تتوقف، وقد خيل لزعماء قريش المستبدين أنهم وجدوا فرصة ذهبية لرد المسلمين إلى دين اللات والعزة وبقية الأصنام الأخرى، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقصة الإسراء والمعراج، الإسراء به إلى بيت المقدس والمعراج به إلى السماوات العلى. الإسراء والمعراج معجزتان من معجزات نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. صلى النبي العشاء ذات مساء في مكة، ثم صلى فيها فجر اليوم التالي، وفي الساعات القليلة التي فصلت بين العشاء والصبح شاء الله له أن يزور بيت المقدس في فلسطين ويصعد إلى السماوات العلى ثم يعود إلى مكة. قال عدد من علماء المسلمين إنما حدث كان رؤيا حق في المنام، وقال أغلب العلماء إن الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. تفاصيل الحدث أن جبريل عليه السلام، الملاك جبريل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دابة ذات سرعة خيالية، فركبها من مكة إلى بيت المقدس. هناك وجد نبينا عليه الصلاة والسلام جمعا من الأنبياء الذين سبقوه، على رأسهم إبراهيم
وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، فصلى بهم إماما، نقول هو إمام المرسلين. ثم عرض عليه خمر ولبن، كل واحد منهما في آنية منفردة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من آنية اللبن وأعرض عن الخمر التي نزل في شأنها بعد سنوات وحي من الله سبحانه يحرم شربها. ثم شاءت الإرادة الإلهية أن يصعد محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، حيث أسرار الغيب التي حجبها الله عن عامة خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه، أي بعث بالنبوة واستدعي لهذا اللقاء؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح له الباب ففتح. يقول: فلما خلصت فإذا فيها، في هذه السماء الدنيا، آدم عليه السلام. فقال جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح، هو النبي الصالح. يتواصل الحديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم صعد، يقصد الملاك جبريل ومعه النبي، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح الباب. فلما خلصت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خلصت دخلت هذه السماء إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال، يعني جبريل يقول الرسول: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، يقصد جبريل، إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح أو فتح الباب. فلما فتح، يعني في الحديث ففتح، والمقصود بها فتح الباب، باب تلك السماء الثالثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خلصت إذا يوسف، قال جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، يقصد جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم صعد بي جبريل، يعني حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإذا هارون. قال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به،
فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا موسى، موسى عليه السلام، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لم تنتهي القصة بعد، ولكن هذا الترابط الجميل في القصة بين عدد من أنبياء الله يذكرنا بالشجرة الإبراهيمية خاصة، وبوحدة الأسرة البشرية عامة. إن واحدا من أعظم وجوه جاذبية الإسلام هو هذا الإيمان العميق الذي ينطق به القرآن الكريم وتؤكده أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن الناس كلهم من عائلة واحدة، كرامتهم واحدة، أنبياؤهم ينهلون من مصدر واحد، أبوهم واحد، ومعادهم في النهاية إلى خالقهم الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند. لا تمييز في الإسلام بين الناس على أساس اللون أو العرق أو الجنسية. والأديان التي يتخذها البعض ستارا لإشعال الحروب والسطو على ثروات الفقراء وتهديد السلام العالمي أصلها واحد، وأنبياؤها إخوة، وأتباعها مدعوون إلى التعبير عن هذه الأخوة في حياتهم إن كانوا مخلصين حقا لتعاليم أنبيائهم. نعود الآن إلى قصة المعراج. وقد وصل جبريل عليه السلام ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي، اقصد جبريل، حتى أتى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت الحجب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليجد نفسه في سدرة المنتهى، وهي عبارة تدل على شدة القرب من الله سبحانه وتعالى. وهنالك عرض عليه الخمر واللبن والعسل، فاختار اللبن من جديد، ثم أبلغ بأن عدد الصلوات المفروضة عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم. هنا يتجدد اللقاء والتواصل بين موسى عليه السلام الذي أتاه الله عز وجل التوراة وأشهر أنبياء بني إسرائيل، ومحمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه القرآن الكريم واختاره الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. هما وجميع الأنبياء الآخرين تعاقبوا على بيان الدين الحق الذي يرضاه الله تعالى لعباده، وسماه الإسلام، وسمى أهله بالمسلمين. حتى في العهود السابقة لنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كان الاسم أيضا الاصطلاحي كانت كل الشرائع التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. دليل ذلك ما جاء في قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية 132 في سورة البقرة. وقال تعالى كذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآية 133 في سورة البقرة. يتضح من هذه الآيات أن كلمة الإسلام لها معنيان أساسيان، ركزوا معي لو سمحتوا من فضلكم. فهي من جهة
اسم لكل الرسالات السماوية في التاريخ، وهي من جهة أخرى اسم يطلق على التعليم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينتسب إليها المسلمون. وربما جاز القول أن المعنى الثاني اشتهر بين الناس والمؤرخين أكثر من المعنى الأول، لكن الكلمة الجامعة والخاتمة في هذا الشرح لمعنى الإسلام قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام تجلى الإسلام في هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو طوق النجاة وهو الصراط المستقيم لمن أراد الفوز في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. فاسمعوا يا عباد الله واحتاطوا لأنفسكم واطيعوا الله ورسوله. نواصل رواية الحديث النبوي الشريف عن قصة الإسراء والمعراج، وهو مروي في صحيح البخاري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال موسى عليه السلام يتكلم: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرجعت فوضع عني عشرة، أي أن الله عز وجل أنقص عدد الصلوات المفروضة على المسلمين إلى أربعين صلاة في اليوم. قال: فرجعت إلى موسى فقال مثله، أي مثل الكلام الأول، كم ماذا جرى؟ قال: فرض الله علي أربعين صلاة، قالوا إن أمتك لن تقدر عليها وقد جربت ذلك مع بني إسرائيل. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: فرجعت، أي يقصد إلى المولى عز وجل، فوضع عني عشرا. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت يعني يقصد إلى ربي عز وجل، إلى المولى عز وجل، فوضع عني عشرا. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم من ربنا عز وجل. قال: فرجعت فقال مثله. سيدنا موسى قال له: حتى عشر صلوات هذا كثير على أمتك، وقد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، وأنا أدرى بالناس منك، عندي خبرة، فارجع فاطلب التخفيف. قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت، قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه في صحيح الإمام البخاري، أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال سيدنا موسى يتكلم بحديث المشفق جزاه الله خير الجزاء، قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. إخوتي وأخواتي السامعين جميعا، المشاهدين الكرام، حيثما يصلكم هذا البث، إن الصلاة في الدين الإسلامي هي الركن الثاني من أركانه الخمسة، وتأتي مباشرة بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتأتي بعدها بقية الأركان: الزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وتبين قصة الإسراء والمعراج أن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ركن الصلاة، فرض على المسلمين في رحلة الإسراء والمعراج، وشارك في تحديد عدد الصلوات المفروضة نبي بني إسرائيل، نبي اليهود موسى عليه السلام، من خلال نصائحه سيدنا محمد خاتم النبيين عليهما معا الصلاة والسلام. لله تعالى حكمته في هذا التدبير، إذ من يستطيع أن يعترض على إرادة الله لو فرض على النبي وأمته خمس صلوات منذ البداية، أي قبل أن يستمع نبينا محمد إلى نصائح أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام؟ لا أحد يقدر على الاعتراض طبعا،
إن حكمة الله بأبعادها الكاملة أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يبدو لنا ما يبدو لي من ظاهرها أن الله تعالى أراد أن يذكر اليهود والمسلمين معا بالأرضية المشتركة بينهم وبالأخوة الوثيقة بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وبالتقارب في شريعة الملتين. وربما جاز للباحث أيضا أن يستنتج من القصة أن اليهود والمسلمين مدعون للحوار والتعاون والتقارب في ضوء التعاليم والمبادئ التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام ثم جددها وأتمها وأكملها محمد عليه الصلاة والسلام. ونهجه اليوم هو نهج الحق والنجاة. كل مسلم يقرأ قصة الإسراء والمعراج يزداد حبه لموسى عليه السلام أشهر أنبياء بني إسرائيل، ويشهد أنه صدق في نصحه لخاتم النبيين عليهما السلام. فكما تعلمون أيها السادة والسيدات، عدد كبير من المسلمين اليوم والمسلمات يتقاعسون في أداء الصلوات الخمس، فكيف بهم لو كانت 50؟ والبعض منهم الآن تجاوز 30 و40 ولم يركع لله ركعة واحدة، مع أن الصلاة عمود الدين، وقد شرفها الله عز وجل بيانا لعظم أهميتها في الإسلام بأن كان الأمر بها في رحلة الإسراء والمعراج. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، الصلاة الصلاة لا تضيع الصلاة. حفظ القرآن الكريم قصة الإسراء والمعراج، ونزلت سورة كاملة باسم الإسراء للدلالة على ضخامة الحدث وأهميته. قال تعالى في بداية هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله ورسوله. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى مكة، عندما أخبر عامة الناس بهذه القصة المثيرة المعجزة الكبرى، لم يصدقه كثير منهم، ووجد فيها كفار قريش فرصة للتشكيك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم والقول والزعم ببطلان نبوته. حتى داخل الصف المسلم حصلت بلبلة، وارتد بعض المسلمين لم يصدقوا ما جرى فارتدوا عن الإسلام. لم يكن المرتدون من مشاهير المسلمين، فحرص كفار قريش على تشكيك كبار الصحابة وفي مقدمتهم الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. جاء عدد منهم إليه وقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ فقال لهم أبو بكر: سيدنا أبو بكر، إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. فما يعجبكم من ذلك؟ أي من أين يأتيكم العجب والاستغراب في هذه القصة؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. عند عموم المسلمين قديما وحديثا يعتبر أبو بكر، سيدنا أبو بكر، الرجل الثاني مقاما واحتراما وتبجيلا في تاريخ الإسلام مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إن جوابه على المشككين
كان حاسما، لأن من يصدق نزول الوحي على النبي لا يجد مشقة في تصديق واقعة الإسراء والمعراج. ثم مضى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله إن كان ما يقوله الناس صحيحا، فأكد له الخبر. عندئذ طلب منه أبو بكر أن يصف له بيت المقدس لأنه سبق وأن زارها من قبل. ورفعت الحجب أمام نبينا، أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه العزيز القدير، فبدأ في وصف بيت المقدس وصف من يراه أمامه. كلما أتم وصف قسم منه قال أبو بكر صدقت، اشهد أنك رسول الله. حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبو بكر الصديق. فيومئذ سماه الناس الصديق، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. هذا هو سر تسمية أول البالغين، أول الرجال الكبار في السن إسلاما، وقت كان كهل هو، وأول الخلفاء الراشدين بلقب الصديق، لأن من الصغار في السن آمن سيدنا علي بن أبي طالب. آمن أبو بكر الصديق بأن محمدا رسول الله وبأن الوحي يأتيه من عند الله، فلم يرتبك ولم يتشكك عندما جاءه خبر الإسراء والمعراج، لأنه يثق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزز هذه الثقة بالدليل بعد سماعه مباشرة من خاتم النبيين، وبقي هذا نهجه طيلة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له ومؤازرا ونصيرا. رضي الله عن أبي بكر الصديق وعن ابنته السيدة عائشة حبيبة المصطفى وزوجته. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أيها المشاهدون الأعزاء الكرام، أعود وألقاكم بإذن الله إن شاء الله وبحوله في الحلقة المقبلة من حلقات سيرة المصطفى وحقيقة الإسلام. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطوي المدى طيا للبيت والحرم. ألا هيا بنا هيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم.